وكما أنتم الآن تشاهدون الترحيب الترحيب الشديد من قبل إخواننا في ليبيا بقدوم القافلة الإسلامية السلفية القافلة السلفية للأدوية، وهم الآن يعني كما أنتم تشاهدون يعني فرحتهم غامرة بهذا الجمع، ليست من بحملة أدوية وإنما بقدوم إخوانهم المصريين لي يعني يثبتوا لهم أنهم على قلب رجل واحد، وأنهم يعني وأن همومهم واحدة، وأن مشاكلهم واحدة، وأن كالجسد الواحد إذا اشتكى منا عضو تداعى له سائر الجسد. طيب ممكن بس يعني لو شغال عايزين يا دكتور عمار، في كلية الآداب قسم التاريخ، لو الوضع الطبي في البلد هنا يعني بتكلم عنه كده كلمة صغيرة بحيث ينزلوه في الموقع البصيرة بأمر حسن، وإيه اللي حصل يعني بالنسبة للبلد، وكيف يعني تم لكم هذا الخير الكبير وتخلصوا من هذا الطاغية؟ في مظاهرات تمت، في قتل حصلوا، هي ثورة شباب خرجت أول يوم 17 فبراير، كان المطلب الوحيد فيها شباب الثورة عندنا إيش؟ إسقاط النظام، تغيير النظام. طلعت أول مقولة طلعت في الأول ما خطب الشباب، خطبوا بكلمة الشعب يريد إسقاط النظام، وخرجوا الشباب جميعا في مدينة درنا واتجهوا إلى مراكز الأمن اللي كانت مسلطة عليهم الظلم شوية كاي، وحرقوا بعض المراكز الأمنية هذه، وثم إيش اعتصموا في مبنى الصحابة. دول اللي حصل هنا، وكم مبنى الصحابة عندنا هنا، مبنى الصحابة، مسجد الصحابة، مسجد الصحابة، ميدان صحابة، وكم معتصمين في الصحابة، وكم في تعاون بيننا وبين أخواننا في بني غازي وفي جدابية وفي اتصالات بيننا، وحاليا نحن في انتظار موقف ان شاء الله نصر في طرابلس. الله اكبر. بالنسبه للامدادات، وصلتنا امدادات عديده جدا من اخواننا في مصر، بارك الله فيهم، وقفوا معنا وقفه جباره، وقفه عظيمه جدا من مصر من اول لحظات الانتفاضه. وصلتنا قوافل عديده جدا من مصر، من شعب مصر، وصلتنا قوافل ادويه، وصلنا اطباء من الجراحات وجراحات متقدمه، واخصائيين واساتذه كلهم وصلوا الى مصر، وكلهم غالبا تو الاحتجاجات عندنا في بنغازي يروحوا جميعا معظمهم البنغازي، وما زال المد مستمر من جمهورية مصر. بصراحة وصلنا تموين من مصر، وصلنا حليب أطفال من مصر، كل الأشياء هذه جاتنا من مصر يعني. في الواقع ان الانتفاضه لما حصل انتفاضه رجعنا في الليل باحتفالات اول يوم، ثاني في الليل فوجئنا بهجوم من جماعه المرتزقه، نزلوا في مطار الابرك، كانت في مجموعه كبيره تراوح عددها 900 فرد جندي من جنود المرتزقه من افريقيا، نزلوا مطار الابرك لغرض درنا، لكن حدث ان مدينه البيضه انتفضت في نفس اليوم، فتوزعوا في كانوا بيتجهوا البيضه، فسمى حصار ليهم في مطار الابرك، حصروا بجماهير الابرك وجماهير قبه وجماهير شحات وجماهير بيضه، عملوا عليهم حصار، وكموا في الحصار جوا في طرق بينا من النار. بعد استمروا حوالي يومين في الحصار، ثم حصل عليهم هجوم كتلة بشرية هجمت عليهم في المطار جوا، سقطوا فيها ضحايا كثير من الشباب من درنا ومن الأبرق ومن شحات وخاصة الأبرق ومن البيضة، وتم إيش تفريق هذه المرتزقة وأسر المرتزقة. وقعوا مجموعة كبيرة من الأسرى موجودين حاليا في البيضة، أما الباقي فهم وقعوا قتلى نتيجة التقاذف الحرب بيننا وبين مجموعة. كان في أسرى في الشيخ بالقاسم بن عروس، في أسرى مرتزقة موجودين في البيضة، في أسرى مرتزقة بيضة عندنا موجودين، أسرى من مرتزقة الأفارقة حاليا كلهم في البيضة، في جزء كبير منهم موجود في البيضة. الزهراء الشيخ بالقاسم بن عروس، هذا اللي حصل. مرحبا. طيب المرتزقة يعني في منهم مسلمين؟ غالبا في الواقع ليسوا مسلمون، لا نفسهم، لا هم من أفارقة من نيجر ومن تشاد ومن كان. صحيح ما تردد ان هم كان النظام القديم البائد بيستخدمهم وهم اطفال ويربيهم في هنا، يقال ان في مجموعه اصليه على مصر، مجموعه متربيه في موجوده في ليبيا متمرنه من مده كبيره، كتيبه خميس سموا فيها، كتيبه هذه عندها افارقه من مده في ليبيا هنا وتمرن فيهم، لان احنا ما عندناش جيش،
عندنا كتاب حراسات خاصة بالقيادة، والجيش برضه خاص به 5 حراس معمر قذافي طاغوت، فهم كلهم كانوا المرتزقة. بعدين استنجد المرتزقة من خارج، وصلت طائرات محملة مرتزقة تنزل في جنوب ليبيا وتوزع على بنغازي، توزع على طرابلس. فحاليا ما عادش في اي انزال المرتزقة في المنطقة الشرقية، لان جميع المطارات اول حاجة انهم جعلوها غير صالحة للطيران. في بعض الإخوان بيقولوا إن فرحة الليبيين بوصول المصريين أو إخوانهم المصريين إلى ليبيا أعلى من وصول الإمدادات. كلام صحيح. أنت مش العلاقة بين الشعب المصري والشعب الليبي علاقة تاريخية. علاقة نسب وعلاقة صداقة وعلاقة زمالة وعلاقة، وعندنا ليبيين في مصر وعندكم مصريين، علاقة مصر من الأزل موجودة وحتستمر الأبد. ما شاء الله. العلاقة المصرية بين وعلاقتنا وإحنا شعب، الشعب الليبي والشعب المصري أقرب شعوب بعضيها. يعني علاقتنا بمصر لن تنتهي ولن أحد يحدها ولن أحد ينهيها. علاقة حب وعلاقة صداقة وعلاقة وفاء وعلاقة إسلام، علاقة جميلة جدا بين شعب، وفي نسب وفي مخاولة دخل خال وأذونيات. يعني الشباب اللي حتشوفهم في الصحابة الصغار تلاقي نصهم خوالة مصرية. يعني بالنسبة لتأمين سماء المنطقة الشرقية دلوقتي، ما الضامن بعد الله سبحانه وتعالى طبعا من إن القذافي يضرب طيران وطعم يضرب؟ احنا مستبعدين ان ضرب منطقة الشرقية، لكن ضرب في بنغازي من امس. لا اصل الرئيس الدفاع الجوي بقى مع الشعب فما يقدرش يطيرين الطيران. هي امنة مأمنة نوعا ما، يعني ما فيش ضرب طيران، لا في دفاع جوي. انت الشعب الليبي اصلا معظمه مدرب على السلاح، يعني اصلا في مدرب على السلاح، فمجرد مجرد ما حصل السلاح فقدر يقاوم ويقدر يصارع. يعني في شباب صغار بيستعملوا مضادات الطيران، يعني سوق الدبابات، يعني فيها الاشياء. الله الله يسلمك، تسلم. قلبه الآن بعد وصول هذه المعونة المصرية الإسلامية إلى إخوانه وإخواننا في ليبيا. تفضل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن أهلنا في مصر ما رأينا منهم إلا كل خير، يعني أهل نجدة وأهل مروءة، خصوصا من أهلنا في الصحراء الشرقية وفي مصر عموما، هم أهل نجدة وأهل خير، وبارك الله فيهم. تجشموا السفر وصعوبة السفر إلى إخوانهم هنا في دارنا، ومعاهم المعونات ومعاهم الأدوية، بارك الله فيهم. وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله، وهذا مش غريب على أهل مصر. نحن لحمة واحدة الحمد لله، نحن قبائل ممتدة من ليبيا إلى مصر، ونحن أخوة وأصهار، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل تجد أن هناك أي رابطة أقوى من رابطة الإسلام؟ هل تجد؟ والله هي في الأول أنها رابطة الإسلام، طبعا رابطة الإسلام هذه ما لا تعلوها رابطة، ويأتي بعد ذلك رابطة الدم. نحن كلنا إخوة الحمد لله، وبيننا روابط، نحن وأهل مصر يعني نحن شعب واحد. ما يعني ما نجده في هالحدود الوهمية الموجودة هذه كلها ما صنعها إلا الاستعمار والأنظمة الفاسدة اللي كانت تشتم على صدورنا سواء في ليبيا أو في مصر، هي اللي جعلت هذا مصري وهذا ليبي، لكن نحن كلنا أخوة والحمد لله. لو احنا يعني ممكن حضرتك بس توجز لنا كده الدور اللي لعبته مثلا الدعوة السلفية في هذه المقاومة. والله الحمد لله، هم اخواننا سبق وان اتانا في المسجد برضه اخوان منكم من منطقه الضبعه في مصر، حتى هم من الاخوان السلفيه، يعني حتى هم اتوا بمعونه الى مدينه بنغازي ونحن استضفناهم في طريق العوده، فبارك الله فيكم. نحن كلنا اخوه، يعني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، جهودكم مشكوره. نعم. بعض الناس يتهمون ان السلفيه ما قاموا باي دور، فهل هذا ادعاء صحيح؟ لا، هذا ادعاء باطل. نحن الحمد لله يعني نرى ونشاهد بام اعيننا ان السلفيه هم من شعب من الشعب، جزء من الشعب الليبي، يتألم به الشعب الليبي وينصر له بكل جهدهم. كلام صحيح؟ لا، هذا صحيح، يعني الامر مشاهد، وبارك الله فيك. الله خير، جزاكم الله خير. وما زالت الآن التغطية مستمرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن كما أنتم تشاهدون إخواننا الدور الذي يلعبه الإخوة السلفيين من مصر، وهم يقومون بنقل الأدوية التي يحتاج إليها الشعب الليبي
ابتداء من الأدوات البلاستيكية والقطن إلى المعدات أدوات الجراحة التي جاءت بالأموال الضخمة. لا نحن لا نتكلم على الأموال، لكن نتكلم على أنهم يعني بذلوا كل جهدهم في من أجل الحصول على هذه الأدوات من أجل توصيلها إلى إخوانهم في ليبيا. الآن يعني يقومون بنقل الأدوات إلى مقر ديرنا، والذي يقومون بدورهم بنقله إلى المناطق التي تحتاجه في سائر المناطق في ليبيا، بني غازي وطرابلس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الآن كما تشاهدون إخواننا، هذا هو المقر الرئيسي في ديرنا لاستلام الأدوات الطبية من أجل توزيعها بعد ذلك إلى جميع مناطق ليبيا. وأنتم الآن كما تشاهدون الإخوة المصريين السلفيين، وهم يتحملون مشقة نقل هذه الأدوات. الله بركاته، ممكن نتعرف تعرف سريع؟ سيف المنصوري، مدير مخازن الأدوية ديرنا. أهلا وسهلا. علي عبد الهادي، موظف الصيدلية المركزية. أهلا وسهلا. طبعا أنتم كما تعرفون نحن إخوانكم من مصر، جئنا من أجل أن نناصركم ونؤيدكم، ونقول يعني أن هممكم هي همومنا وألمكم هو ألمنا. فيعني نريد أن نعرف منكم ما يعني مدى شعوركم بهذا الأمر، ويعني كمية الإمدادات التي جاءت من مصر وتقبلكم لها، وشرح يعني شرح سريع على الدور الذي لعبته مصر في هذه المسألة. هو في الحقيقة يعني الشقيقة مصر رب يكون في عونها، حتى كان عندها مشاكل ورب يفرج عليها، العقبال ما يفرج علينا حتى نحن وتنتهى القصة بتاعنا على خير. يعني نحن قصرنا معكم في المشكلة بتاعنا، لكن انتوا يعني طرحتوا خير منا وصبيتوا معنا يعني تمام، وجان طلبيات يعني مش مية مية، لكن ساعدا يعني ما شاء الله. يعني الحليب جاء، أدوية الأطفال جن، وزي ما تشوف أنت المستلزمات قاعدة تجين قدامك. يعني هذا النية هي يعني حركنا شوي نحن. هل أنتم فعلا كنتم محتاجين يعني أنتم محتاجون لهذه الأدوية، أم كان عندكم اكتفاء؟ لا، احنا بعد المشكلة هذه ما تمت حاجات بسيطة اللي عندنا مشاكل وني تم. كنتم فعلا بالفعل في حاجة إليها؟ بالفعل أكيد في حاجة للأدوية هذه النية. يعني هذين جن ساعدا، يعني مش تو هذين مساعدنش 100%، لكن ساعد يعني بحدود ديما اقول 50% 60%، يعني دار نحل يعني عندنا. انتم بالفعل كنتوا في حاجه الى هذه الادويه؟ ما زلنا بحاجه اخرى يعني. ما شاء الله، ما زلنا بحاجه واحده اخرى يعني. ويعني نشهدكم اننا لا جهدا في خدمتكم. السؤال، هل لعبت يعني هل كان الدعوه السلفيه دور واضح في هذه الامور؟ والله يعني هم كلهم قصروا، يعني ما قصروش، لكن يعني لا يعني كلها صبت بالمجهود وبالروح وبالمال بكل حاجة. يعني حتى في شيء الأدوية جماعة مش من الصيدلية، هذا من خارج الصيدلية، وجي بارك الله فيهم يعني يساعدوا ويشيلوا، قامين بدورهم على أكمل وجه، وإن شاء الله نكملها على خير ربي. جزاكم الله خير. طبعا مدير الصيدلية. طبعا ما عندكش مشكلة. طب ممكن حضرتك تعمل يعني ملخص سريع كده للإمدادات المصرية، وكيف يعني الذي رأيته بعينك أنت ودور الجماعات الإسلامية السلفية في هذه المسألة؟ لا ما شاء الله، ونحن أصلا حتى من أيام قبل ما تغير الوضع دوانا كلها مصر، يعني كلها نقضي فيه من مصر حتى من غير اللي يعني. الحمد لله أنتم ما قصرتوش، ويعني الحمد لله وما شاء الله، الله أكبر يعني، الله أكبر. فعلا يعني أنت تؤيد ما قاله الأستاذ المدير في أن فعلا أنتم في حاجة إلى هذه الأدوية؟ أكيد 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 أكيد، مزلنا يعني في حاجة زي هذه، وإن شاء الله نقوله ربي يفرج علينا بدري تريحوا إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله. أنتم الآن تشاهدون وتتابعون نقل عملية نقل الأدوية من خارج السيارة إلى الداخل. وهم الآن الأطباء أبناء الدعوة السلفية يقومون بنقل الأدوية بأنفسهم، ويقومون بالعد بأنفسهم، وهذا أمر إنما يدل على تواضعهم ورغبتهم في خدمة الإسلام. كلهم في موضعه، لا يسأل عن هل أنا طبيب، هل أنا يعني حامل، هل أنا لا، كلهم يعمل بنفسه. بارك الله فيهم، بارك الله فيهم، ما شاء الله. سمع
وهم يقومون الآن بالتنظيم الشديد في نقل الأدوات. يتم وضع الأدوات البلاستيكية في جانب بمفردها والأدوات الأدوية في جانب آخر. كما أنتم تشاهدون الآن يقومون قاموا بترتيب وترقيم الأدوات الطبية حتى يوفروا على إخوانهم في ليبيا عناء الترتيب والتقسيم. ولم تكتفي الأدوات الطبية على الأشياء الجديدة وفقط، بل جاز إخواننا يعني أبناء الدعوة السلفية خيرا أن كل واحد منهم كان يأتي بما بفضل بيته من أدوات طبية وما زاد عن حاجته، فجزاهم الله خيرا. كما أننا نتوجه بخالص الشكر لأبناء الدعوة السلفية بالمنصورة التي انطلقت من مسجد عباد الرحمن، كما نتوجه بخالص الشكر أيضا لفضيلة شيخنا الدكتور أحمد النقيب حفظه الله ورعاه. يعني احنا عن اذنك يا شيخ حسام، احنا عاوزينك تقول كلمه كده، او ايه الشعور اللي جواك في الدور اللي لعبته ابناء الدعوه السلفيه بالمنصوره مصر القاهره في هذا الدور في ليبيا؟ ما شاء الله، هذه تدل على الاخوه وتدل على ترابط الدين والاسلام. يعني انت فرحان؟ فرحان وشعور جديد بالنسبه لشباب ليبيا. ان شاء الله، جزاكم الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد بعد أن تم تسليم الأدوات الطبية والأدوية، أبى أصحاب درنة إلا ضيافتنا، فتحركت السيارات بنحو هذا المكان.
وتم استضافتنا في مطعم الحصادي للوجبات الشعبية، ونحن الآن نحاول الدخول إلى هذا المكان لنتعرف على مدى شعور الناس واستقبالهم لأبناء الدعوة السلفية بمصر المنصورة. ونحن الآن يعني كما أنتم تشاهدون يعني قاموا بجلوس الإخوة السلفيين في المنصورة، ونحن يعني نطلب منهم الحديث معهم لنثبت لهم أن نحن سعداء يعني القدوم إليهم، ونقول لهم بصورة باختصار شديد جدا يعني نحن نتكلم على مصر وليبيا، نتكلم على شعب واحد، بلد واحدة، بلد واحدة هي يعني أهل ليبيا ومصر، يعني أصبحوا الآن أهل وعائلة واحدة. فباختصار كده نسمع شعور أخ كل أخ فينا نحو هذا الوضع. سهيل برواق، مرحبتين بكم، شرفتونا في ليبيا، أنستونا بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر الشيخ من مدينة درنة، أنتم أنستونا وشرفتونا حقيقة، وقفة لن ننساها لكم. وانتم في بلادكم وهذه ليبيا ومصر واحد، يعني هذين اثنين المفروض أن دولة واحدة، لكن انتم بصراحة يعني وقفتكم ان شاء الله مش حننسولكم، وان شاء الله ردوا لكم في الأيام الملاح ان شاء الله. شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صبري قصار، مدينة درنة. أولا نرحب بكم ونشكركم على هالوقفة الجادة من أخواننا في مصر، ونحن هنا في ليبيا من الشرق إلى الغرب نحتبر لحمة واحدة وكتلة واحدة، وهدفنا هو اقتلاع هذا النظام من جذوره. ونحن زي ما يقولوا يعني نقاتل ونرقص ونغني، يعني الحمد لله معنويات مرتفعة والشباب يد واحد وهدف واحد لاقتلاع هذا النظام الفاسد. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد المنعم عبد الرحمن من مدينة درنة. نشكر أخوتنا اللي جو من مصر، وبالحقيقة يعجز اللسان عن الشكر والثناء، وهذا موقف نبيل ومشرف ومش غريب على أخوتنا المصريين. المعنويات بالتأكيد عالية جدا جدا جدا، ما فيش حاجة نقصتنا إلا زيارتكم لنا باستمرار، وإن شاء الله بإذن الله حيصير حنزوركم نحن في مناسبة، يعني مناسبة خير إن شاء الله، وبإذن الله حنزوركم في الوقت القريب إن شاء الله بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق. يعني احنا بنجدد فعلا سعادتنا يعني الغامرة بوجودنا بين إخوتنا، وليس جيراننا، لا، إخواتنا في ليبيا. شيخ عمار محمد المنصوري من مدينة درنة، وطبعا بدي رفقتكم في الرحلة طويلة وشاقة، وقدرت مدى المعاناة التي عانيتموها. شاقة والله، شاقة ومرهق. نحس ان يعني المكان طويل قوي، يعني عاوزين نقرب منكم بقى، يعني عاوزين نوصل لكم بقى. ان شاء الله فرصة طيبة، وان شاء الله نشوفكم في الخير والسعادة باللهجة الليبية. مراجعة أبو جميل، أنا أشكركم ونشكركم أنتوا أخواننا برضو، ليبيا ومصر واحد، نحن وأنتوا واحد، ونشكركم يعني على واقفكم معانا، وإن شاء الله نتخلص من الطاغية. شكرا. يعني فعلا بنجدد أن يعني أنا كنت نشعر ونحن قادمون أننا لسنا يعني وجدت أن سعادتكم بوجود بدخول المسلمون أهل مصر إليكم أكثر من دخول الأدوات والطبية أو الغذائية، يعني وجدت إن في بعض الوجوه يعني وجدت فيكم من يقدم لنا الطعام، أنتم يعني أنتم كنتم تقدمون لنا في السيارات، فوجدنا إن سعادتكم بالمسلمون من أهل مصر أكثر من سعادتكم بالأدوات، ونحن تبادلنا نفس الشعور. نعم، طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، كما أنتم تشاهدون الآن ضيافة أهل ليبيا للقافلة الطبية السلفية بالمنصورة، الشيخ يتقدمهم حفظه الله وجميع الأخوة، وهم الآن يعني يتناولون وجبة العشاء بعد أن قضوا صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وها هي يعني تعلو البسمة وجوه الأخوة، يعني الله يعني أحيانا ينعقد اللسان عن أن يصف، لكن يعني العين قد يعني ترى يعني أو القلب قد يرى ما لا تراه العين. ممكن نتعرف بالحق؟ أهلا وسهلا، أنا اسمي فضل الخشخاش، أحد أعضاء اللجنة المحلية الإشراف على. يعني نريد أن نعرف من يعني من حضرتك ما هو الشعور القلبي تجاه هذه القافلة الإسلامية بمدينة المنصورة؟ أولا طبعا أقدم شكري لإخوتنا في جمهورية مصر العربية بصفة عامة حقيقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على روح التود والمحبة والترابط، لأن تربطنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أولا بدرجة الأولى، وفي نفس الوقت إحنا أخوات مترابطين في الدم في العادات في التقاليد في جميع ولحمة واحدة وتربة واحدة في نفس الوقت. هذه الحدود تعتبر حدود وهمية لا وجود لها، وجدها الاستعمار، فنحن مترابطين وأخوة، وبالتالي شعور طيب، وبارك الله فيكم، ومشكورين باسم جميع الليبيين بصفة عامة وباسم سكان مدينة درنة ونواحيها بصفة خاصة. الحقيقة هل حضرتك تتفق معي في أن رغبتنا أو رغبة أهل الإسلام في أن يكون هناك لحمة ووحدة بينهم أكثر من أي شيء آخر؟ نعم لا شك في ذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وهذا لابد من التلحم الإسلامي، لأن الاستعمار لا يريد ذلك، فيه ضرر على الاستعمار وضرر على الصليبية وغيره من الديانات التي تريد تفتيت الإسلام، وهذا يجب أن يترابط ويكون في أخوة وتلاحم الحقيقة. عرفت، وبارك الله فيكم. الله خير، ونشكركم على حسن هذه الضيافة، جزاكم الله خير. بعد أن تم الخروج من مطعم الصيادي توجه الشيخ حفظه الله الدكتور أحمد وبارك فيه بجميع الأخوة نحو الفندق الذي سوف يتم فيه الإقامة إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. نحيط علم إخواننا المشاهدون الكرام بأنه قد وصلت السيارات الآن إلى أحد الفنادق الليبية في درنة، التي إن شاء الله سوف يعني تستقبل إخواننا إخوان الدعوة السلفية بالمنصورة بشيخهم حفظه الله الدكتور أحمد ورعاه، وسوف الآن كما أنتم تشاهدون الآن السيارات واستقبال الحافل لأهل ليبيا لنا، ونحن والله نشاطرهم ونحن أيضا نتفق معهم في هذا. أمام الفندق الذي سوف يعني يستقبل الأخوة، ونحن الآن نسير خلف فضيلة فندق اللؤلؤة كما قال شيخنا حفظه الله، ونحن الآن يعني نود أن نسمع كلمة من فضيلة الشيخ دكتور أحمد يعني في هذا اليوم يعني الذي يعني والله يعني لم تقل سعادتنا عن سعادة إخواننا في ليبيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن في مدينة درنة، ودرنا يعني يقال أن الصحابة عندما دخلوا فيها كان هناك أبار فداروا حول هذه الأبار فسميت بذلك، وهناك قول بأن درنا هذه كلمة إغريقية تعني بلاد الموز والعسل، وهذه كانت أيضا مشهورة ببلاد الموز والعسل. على أي حال نحن الحمد لله نزلنا المواد الغذائية والدواء هنا في مخازن أعدها أهل درنا الكرام أهل النبل والكرم، وكانت هناك نية صالحة أن ننطلق الآن إلى بنغازي، لا سيما أننا قد علمنا أن هناك يعني قصف وهناك جرحى، ولكن أهل درنا تمسكوا ألا نسافر الليلة
لأن الطريق وعرة وأن الكمائن الموجودة على الطريق تم قصف الهوائيات المحمول فيها، فبالتالي ليس هناك اتصال، فهناك مغامرة شديدة للسفر الآن. فإن شاء الله سنبيت في هذا المكان المبارك، وعند الصباح ننطلق إن شاء الله إلى بنغازي. الله تعالى أسأل أن يبارك في أهل ليبيا وأن يحفظهم وأن يقيهم السوء وأن يجعل هذه البلاد دار خير وسلام وأمن واستقرار، اللهم أمين آمين. ويعني جزا الله كل الشباب خير الجزاء. جزاكم الله خيرا شيخنا وحفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. وما زالت تغطية في موقع إخوانكم وموقعكم أيضا البصيرة نت، نرجو المواصلة. كما أنتم تشاهدون الآن إخوانكم إخوان الدعوة السلفية بالمنصورة وهم يصعدون إلى الفندق. يعني والله بالفعل كما أننا نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، نشكر الشدائد كل خير على أنها يعني جمعت يعني الإخوة العرب يعني في جميع أنحاء العالم العربي، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يزيل الشدائد عنهم. وكالعادة لابد لشيخنا الكريم حفظه الله أن يتابع يعني أخبار إخوانه في ليبيا بعد أن علمنا أن هناك قصف شديد في مدينة بنغازي. نحن الآن نشارك إخواننا الليبيين فرحتهم بعد أن احتلوا على مدينة لانوف وسيطروا عليها، والآن يعني ما شاء الله هم يعني هم سعداء ونحن سعداء مثلهم. يعني والله يعني سبحان الله، إن المشاعر التي يعني تقول في خاطر المرء الآن ما هي إلا أن الله تبارك وتعالى يعز أولياءه وينصر يعني من ينصر دينه تبارك وتعالى. ونحن الآن في طريق إلى الغرف، نصعد في المصاعد الكهربائية. معنا فضيلة الشيخ دكتور أحمد نقيب والقائمون على القافلة الطبية. طبعا فضيلة الشيخ، ما رأي يعني أو شعور فضيلتكم بعد أن سيطر الإخوانون في ليبيا على مكان جديد هو لانوف؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ما شاء الله أصغر عضو يعني في القافلة الطبية السلفية بالمنصورة ومن أصغر أبناء الدعوة السلفية بالمنصورة. ما رأيك يا عمر في هذه القافلة؟ جميلة. بس جميلة استفدت أي يا عمر؟ استفدت حاجات كتير. يعني زي إيه يا عمر؟ استفدت التعاون
ان شاء الله ويكون القوافل العربيات مع بعضها، يعني ما فيش حاجه اسمها مصر وليبيا كل واحد، ومصر وليبيا الاثنين واحد ان شاء الله. ايه اللي انت استفدته غير التعاون يعني بالاضافه للتعاون؟ استفدت الشجاعة، ما إيه الناس مسكوني الآلي والسلاح. مسكت آلي يا عم؟ لا مسكت آلي؟ وإيه كمان يا عم؟ إيه عليكم السلام. واستفدت برضه إن إحنا يعني ما نبعدش. يعني أنت ناوي يا عم تكون جندي من جنود الله يا عم؟ إن شاء الله، نعم. إن شاء الله. وتحمدين الله يا عم؟ نعم. جزاكم الله خيرا يا عمرو. ونواصل يعني في طريقنا الى الغرف. السلام عليكم. السلام. يعني معك حوار صغير كده، نتعرف على اسم حضرتك. لا لحظه، هنتعرف على اسم حضرتك ونتعرف على يعني الدور حضرتك في الثورة، كيف واجهتم يعني وكيف كان نضالكم، كيف يعني ما هي الاستفادات التي استفدتموها وغير ذلك. تفضل، ما اسم سيادتكم؟ أنا اسمي الحاج رمضان القبايلي. بالنسبة للثورة، هذه ثورة الشعب الليبي، شباب وشيب وشيء ونساء وثوار كامل. نحن عانينا من ظلم من حوالي 42 سنة. ثرواتنا تتبدد خارج جمهورية، خارج ليبيا الحبيبة. أرضنا مباحة لجميع من فتح من إفريقيا وغيرها. فنتمنى أن تعود البلد زي ما هي عهدنا بها، ويكون فيها دستور ويكون فيها قانون ودولة ديمقراطية، وعاصمتنا طرابلس، العاصمة الأبدية لليبيا طرابلس. ونشكر أخوتنا من القادمين من جمهورية مصر على ما قدموه من معونة، من مواد غذائية، ومن أمتعة، ومن علاج، ومن أطباء. هذا شكر نحن صراحة عاجزين عليه، وهذا مش غريب على مصر، ومصر أم الدنيا. وبارك الله فيكم، وإن شاء الله إن شاء الله تكونوا سند لنا وسند لكم بإذن الله. ونحن عرب في الآخر بك، إن نحن تجمعنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. سؤال آخر حضرتك، يعني ما كان شعوركم لما وجدتم القافلة السلفية بالمنصورة قدمت إليكم؟ شعور أخ يعني يفرح بأخيه من مسافة بعيدة، يشيل همه وعارف أنه هو نحن في محنة، والأخ اللي ما تجدش في المحنة مش عاوزة يعني الأخ هو الأخ الفعلي، هو اللي يعطيك المحنة الصح، هو يبان عند الشدة مش عند الرخاء. هو الأخ في الإسلام، هذا صح. ورب إن شاء الله يوفقكم، مشكورين مرة ثانية، ونستونا في ليبيا. جزاكم الله خيرا. يعني حضرتك متفق معنا أن أنتم سعداء بقدوم إخوانكم المسلمون من مصر أكثر من الإمدادات؟ احنا فرحانين ولو جو حتى بال 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 بالنفس متاعهم يكفونا بأنفسهم بدون أي شيء، ولكن هم جو بأنفسهم وبأرواحهم وبعتادهم وعتادهم من المواد من كل شيء. وبارك الله فيك. يعني هنا بيتفق قول الشاعر: بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. صح كده؟ بارك الله فيك. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.